هناك تصور كيقول لك انت في يدك ميكرو مثلا بحال هذا طنجة 24 كيقول لك خاي دوزيام صدق بما استنجدت بواحد الطوموبيل ديال العسكر كتضطر انك تحايل على ديك السيد وكتكمل معاه التصوير على اساس انه كاين تصوير هو ما كاينش يتصور. السلام عليكم، معكم سفيان فاسيكي مصور صحفي. عدنان قندوسي مصور صحفي متخصص مجال الرياضة. السلام عليكم، معكم محمد نصر مصور صحفي. مصور صحفي هي واحد المهنة اللي كتجمع بزاف ديال المهن، يعني كتحاول تكون قريب للحدث كيف ما كان نوعه، سواء دابا خصوصا مؤخرا دابا اللي عشنا هاد الفترة ديال كورونا، يعني الدور ديال المصور الصحفي كان بارز بزاف، بحالو بحال الطبيب، بحالو بحال رجل الامن، بحالو بحال باقي المهن اللي كانت مؤثره جدا في هاد العصر ديال كورونا. التصوير الرياضي طبعا كيختلف بزاف على التصوير الصحفي العادي. التصوير الرياضي كيكون كيتحبس في واحد القلعه، اللي هو القلعه هو داك الميدان ديال كره القدم مثلا، تما خصك تعمل الخدمه ديالك كامله، تما خصك تغطي، تما خصك تخرج بزاف ديال الامور، خصك تكون ديما مركز. يعني اذا ضيعتي اي واحد ثانيه من التركيز خطات تفوتك واحد اللقطه ما تصوراتش، وديك اللقطه غتكون مهمه بزاف، يعني خصك ديما تكون مركز، ديما الكاميرا ديالك خصها تكون مريقله. وعلى ذكر هذا الريكلاج، عرفت الريكلاج ديال التصوير الرياضي راه هو مبدل بزاف على الريكلاج اللي كتبقى تصور به التصوير العادي. المهم اهم حاجه في التصوير الرياضي هي خصك تكون ديما مركز. المهنه ديال المصور الصحفي واحد المهنه ماشي سهله، العكس اللي كيتوقع العكس اللي كيحسبوه الناس، يعني هز كاميرا ومشي صور وصافي عندك كاميرا وميكرو راه سينا مصور صحفي. التصوير الصحفي عنده دي نورم ديالو، عنده يعني خطوط حمراء، ممكن بزاف ديال الحاجات، يعني الا ما كانش عندك تكوين في هذا المجال هذا ما تقدرش تخدم. طبعا وقعوا لي بزاف ديال العراقيل في المجال ديالي، خصوصا في البدايه ديال المشوار ديالي، شحال مرات تحقرنا، جراو علينا من كامبو، ما خلوناش ندخلوا نصوروا، ولكن الحمد لله مع مده ومع في كل عام كتزيد تكتسب واحد الخبره، ما كتبقاش كيولي هاد المشاكل عندك محلوله. والحمد لله دابا عملنا السميه ديالنا في الملاعب الوطنيه، ولينا فيما كنمشيو لشي ملعب كيستقبلونا كيفرحوا بينا، العكس في بدايه المشوار ديالنا اللي كنا كنتعرضوا بزاف ديال العراق. كاينين بزاف ديال التحديات، نقدروا نسميهم عراقيل ماشي تحديات، لان انا نهضر على راسي لانني خدام في مدينه ديال طنجه. المدينه ديال طنجه ما كاينينش يعني المواقع الكبارين بزاف، باستثناء بعض المواقع اللي هما معروفين. المواقع الاخرين يعني ما كاينش الخلاص مزيان، ما كاينش يعني لي كونترات، ما كاينش سي ان اس اس، بزاف ديال الحاجات هادو من بين العراقيل. وحتى اذا خرجت خدمتي مع شي موقع وطني ولا شي حاجه وكنتي مراسل ديالهم هنايا في الشمال، كيكونوا كيطلبوا منك بزاف، وفي المقابل كيكون واحد المقابل المادي اللي هو ضعيف جدا جدا مقارنه مع المجهود اللي كتقوم به. طبعا كاين صعاب، كاين بعض الساعات كتطيح شي مواقف محرجه ان صح التعبير، يعني خصوصا يعني حنا في واحد يعني في واحد البلد يعني كيعاني شويه من يعني عنده حساسيه من الكاميرا، يعني واحد مجتمع اللي شويش متحفظ من الناحيه ديال الكاميرا، ملي كيشوفك شاعل الكاميرا في الوجه ديالو راه السيد كيتبدل، فهمتي؟ تكون كتصور وتي كيجي شي واحد كيقول لك لا اخاي ممنوع تصورني وكذا، ولكن تينا كتعمل واحد الهدف اللي كتشوفو تينا انه نبيل، ولكن هو كاين الناس اللي كتشوفها من زاويه اخرى، فهمتي؟ كيف ما كيعرف الجميع ان بسبب الوباء اللي كنعيشوا فيه الجامعه الوصيه منعت الصحفيين المصورين الصحفيين باش يدخلوا الملاعب، وخلات غير المصور الرسمي للفريق هو الوحيد اللي عنده الحق يدخل الملعب ويعمل التغطيه ديالو، ولكن في نفس الوقت عطاتو مسؤوليه كبيره لان باش هو يتكلف بالصور ديال الفريق سواء داخل الميدان او خارجه، ويقوم بالارسال ديالها للجامعه باش الجامعه كتقوم بالارسال ديالها للمواقع المعتمده عندها، وهذا بحد ذاته مسؤوليه كبيره. هما كاينين بزاف ديال المواقف، ولكن فحال مثلا كنكونوا في شي ندوات كنكونوا كنصوروا، يعني عاملين تغطيه ديال شي ندوه، كتجبر شي برلماني ولا شي سياسي كيكون مسكين ضعيف ما فاهمش شنو كاين، كيبقى يجرك صورني صيفطها لي، كتقول له انا راه صحافي، كيقول لي لا راه عندك كاميرا صور. هذه وقعت لي شحال من مره، وقعت لي
بزاف ديال الطرائف. مثلا كتكون هايز ميكرو ديال شي منبر معين، كيجي شي واحد فينا كتصور كيقول لك انت في يدك ميكرو مثلا بحال هذا طنجة 24، كيقول لك خاي دوزيام، كيقولوا لا خاي الرياضيه هذه، فهمتي بحال هذا الشيء هذا. المهم بزاف ديال الطرائف بزاف راه يعني ما تبقاش عاقل عليهم، وحده كتنسيك فخره. كتكون كتصور يعني الضيف ديالك اولا كتصور شي حاجه وكتطفى لك الكاميرا في واحد الظرفيه اللي محرجه جدا، كتضطر انك تحايل على ديك السيد وكتكمل معاه التصوير على اساس انه كاين تصوير هو ما كاينش يتصور، وكتعتذر له من بعد كتقول له وقع شي مشكل في كارت ميموار ولا لي روج تمسحوه ممكن نعاود معك. الطرائف كيوقعوا بزاف في الدومين ديالنا. نقدر نعاود لكم مثلا وحده وقعت لي في تشاد. مثلا في تشاد كنا لاعبين تما كاس الاتحاد الافريقي، ومشيت نكامبو ونسيت التريبي ديالي اللي غنصور به بارديدو، نسيته في لوطيل، وبغيت نرجع لوطيل ما كاينش اللي يقدر يديني لوطيل، ما عرفتش كيفاش نعمل نشبر التاكسي ولا شي حاجه. وتما كتعرفوا تشاد اصدق بما استنجدت بواحد الطوموبيل ديال العسكر، وتما في تشاد راه ما عندهم شي بوليس في الشارع، عندهم العسكر بالكلايد عندهم تما في الشارع. صافي كنت استنجدت بواحد العسكري ركبني في الطوموبيل ديالو ديال العسكر، ومسكين داني حتى لوطيل وهزيت التريبي ديالي وتناني في الباب وردني تنكامبو. صراحة التغطية اللي قمنا بها في ظل الجائحة ومنذ بداية الجائحة في المغرب صراحة واحد تجربة مهمة دوزناها احنا كصحفيين شباب، لأن تعلمنا فيها بزاف ديال الحاجات واستفدنا من بزاف ديال الأخطاء اللي كنا كنعملوهم في البداية ديال الجائحة. كيف ما لاحظوا المشاهدين كانت واحد التغطية هنا في طنجة من خلال يعني قاموا بها الصحفيين ديال طنجة، واحد التغطية مهمة جدا وكل شيء كان كيشيد بها يعني في خارج مدينة طنجة. تضررنا احنا كصحفيين وعشنا مغامرات ويعني دخلنا في الاقسام ديال الكوفيد، كتشوف الناس ماتوا، واحد عشنا اوقات صعبه لدرجه اننا بعض المرات ما كناش كنقدروا ناكلوا، ما كناش كنقدروا اننا كتكون جالس كتبقى تفكر بان في الصباح شفتي واحد السيد مات في قسم كوفيد، زائد اننا كنا كنخرجوا نصوروا وفي نفس الوقت ملي غادي ترجع من الدار خوفان، كتخاف عندك تأدي والديك، كتخاف تكون حملتي الفيروس عن طريق واش في السبيطار ولا في طاح لك غير التليفون طاح لك في الارض وهزيتيه كتبقى موسوس واش هزيتي المرض ولا شي حاجه. صراحه دوزنا ايام صعبه وفي نفس الوقت استفدنا منها بزاف هذه التجربه هذه. كورونا نقدر نقول لك بان في هذا الميدان يمكن هذه احسن فتره كيدوزها شي مصور صحفي في التاريخ ديالو. علاش؟ حيت واحد الحدث استثنائي، واحد الحدث اللي ما عمره كان، يعني كانت عندك واحد فرصة انك يعني تكون منفرد يعني بالتغطيات ديالك وبالزوايا المتعددة لهاد الجائحة هذه. وكنتمنى الله اننا نكون توفقنا في نقل ولو واحد الجزء بسيط من الاوضاع اللي كانت كتعيشها المدينة طنجة بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة. النصيحة ديالي اللي غنقدمها للناس اللي بغاو يتخصصوا في التصوير الصحفي الرياضي هو أول حاجة يكون عندهم ميول نهاد الدومين هذا، فهمتي، ونهاد الشق هذا في التصوير، حيت التصوير الصحفي الرياضي مختلف كليا على التصوير الصحفي العادي أو التصوير الصحفي ديال الحاجة أخرى. خصو يكون عندهم واحد ميول، خصهم يقراو عليه، خصهم يبحثوا عليه، حيتاش مبدل نهائيا لا من ناحيه ريكلاج الكاميرا، على من ناحيه الماتريال اللي غتحتاج، لا من ناحيه ديال لي زوبجيكتيف اللي غتحتاج. وفي نفس الوقت يحاولوا في الاول يضحيوا ويشريوا الماتريال من عندهم، وحيت الدومين هذا اذا ما ضحيتيش راه ما توصلش. وباقي حنا دابا باقيين كنضحيوا وباقيين كنتعلموا وباقي كنطمحوا للاحسن، راه باقي يلا في بدايه المشوار. الناس اللي باغيين يدخلون هذا الدومين راه واحد الدومين اللي ما مفروشش بالورود، اللي كاين صعوبات ديالو، كاين العراقيل، واهم حاجه هو انك تكون قادر تعطي اضافه لهذا الدومين، يعني ما تجيش بافكار سابق يعني الناس اللي قبل منك، حيت هذا الدومين هذا كيتطور نهار على نهار، وخصوصا انك كتعلق بواحد حاجه اسمها الكاميرا، والكاميرا راه
كل عام كتبان طريقه جديده في التصوير، طريقه جديده لمعالجه الامور، يعني بزوايا اكثر ابداع. انا كان النصيحه اللي نقدر نقول للناس هو انك تجتهد وتعطي شي حاجه، تعطي اللمسه ديالك. اهم حاجه هي ان تكون البصمه ديالك في هذا الميدان. نصيحه للناس اللي بغاو يدخلوا هذا المجال هو انهم يخدموا بالكرامه ديالهم ويفرضوا شروط، يعني ماشي غير يدخل يخدم وصافي. بسم الله شحال غتعطيني قدا وقدا، عطيني كاميرا وميكرو نمشي نخدم. لا، خصنا نخدموا بشروط ديالنا، يعني يكون عندنا كونطرا وسينيسيس وصالير مزيان، لان الواجهه هذا الموقع هو المصور الصحفي. المصور الصحفي هو اللي مخشي في بحال نقولوا هو اللي مخشي في العافيه، هو اللي كيضرب تماره، هو اللي كيطلع اولا كيهبط الموقع. يعني نصيحه للدراري اللي غادي يبداو، هذه شروط مهمة خاصها تكون كتوفر يعني في شي منبر باش تقدر تخدم معه. دونك الدراري اللي غادي يدخلوا لهذا الدومين يعطيو قيمة لراسهم ويفرضوا شروط ديالهم باش هاد المهنة هذه تحسن وتزيد لقدام.